داكوغ، غنجيو لواحد طريقة تحييد ديال بالبقايا ديال الكيك. يعني حنا ديما كيشتم الكيك وما كنعرفوش شنو نديرو به. المهم طريقة، كنشدو داك الكيك اللي شاطلينا كنفرتوه، كنزيدو عليه اللوز أو الكركاع الهرمشين تا هما، كنوضعوهم في شي كيسان أو زليفات. من بعد كنديرو الطريقة الثانية، الطبقة الثانية عفوا، فيها ريطو ديال الحليب، جوج فلون ديال الكراميل أو كراميل أو شكلاط على حسب الاختيار. ومن بعد كنديروها فوق البوطة يغلى بلا سكر، وكنزيدو جوج ديال دانون أو الياغور ديال الشكلاط. المهم تا كنطفيو عليه تا كيغلى، وكنضيفو نص علبة ديال الحليب محلى. صافي، ونحركو مزيان ونبداو نكبو على داك الكيك ديالنا. صافي، من بعد كندخلوها في الثلاجة حتى تبرد لنا تماما، وكنزينو بداك لي بيبي شوكولا والكركاع وخطوط ديال الشوكولات. فكرة مزيانة، تبارك الله عليك. ربي يحفظك.